صفوا لها يا أهل العلوم الجزيلة اللي أقبلتهم العريس الجزالي تستاهل الترحيب وأغلى التحية هي أم صالح بنت سيد الرجال صفوا لها يا أهل العلوم الجزيلات اللي أقبلتهم العريس المثالي تستاهل الترحيب وأغلى التحيات هذه أم صالح بنت سيد الرجال هم تركي اللي لها على الغير ميزات معروفة بالطيب والقدر عالي من قدرها يتفرح الطيب بالذات والعود الأزرق في كفوف الدلالي يا أم تركي اليوم نلت المسرات في عرس من هو شال زين الخصالي صالح وساس الكرم والمروات ومجلسه كالبدر فوق المعالي أم صالح ابنها عريس ما هو بإثبات ونورها يجلي سواد الليالي ذات الحواجب والعيون الكحيلات برق بسماها ما يطولها الطوالي برق الخمايل فيها حرب يلالي فيك المزايا والسمات الجزيلات يا أم تركي ويا بعد كل غالي الشعر يرفع لك من أقوى الدراية نعجز نوفي بالمدح أم الرجالي أم صالح بالطيب أول وتالي من لابت ياخذ روس المجرات شجعانهم تنطح ثبوت الجبالي تبخ تريح منك رب السماوات وزغري ديم السيوف الصقالي جعل السعادة فالك كل الأوقات والله يبعد عنك شر الليالي جعل السعادة فالك كل الأوقات والله يبعد عنك شر الليالي صفوا لها يا أهل العلوم الجزيلات اللي أقبلتهم العريس المثالي تستاهل الترحيب وأغلى التحيات هذه أم صالح بنت سيد الرجال أم تركي اللي لها على الغير ميزات معروفة بالطيب والقدر عالي من قدرها يتفرح الطيب بالذات والعود الأزرق في كفوف الدلالي يا أم تركي اليوم نلت المسرات في عرس من هو شال زين الخصالي صالح وساس الكرم والمروات ومجلسه كالبدر فوق المعالي أم صالح ابنها عريس ما هو بثبات ونورها يجلي سواد الليالي ذات الحواجب والعيون الكحيلات برق بسماها ما يطولها الطوالي برق الخمايل فيها حرب يلالي فيك المزايا والسمات الجزيلات يا أم تركي ويا بعد كل غالي الشعر يرفع لك من أقوى الدراية نعجز نوفي بالمدح أم الرجالي أم صالح بالطيب أول وتالي من لابد ياخذ روس المجرات شجعانهم تنطح ثبوت الجبالي تبخ تريح مكراب السماوات وزغري ديم السيوف الصقالي جعل السعادة فالك كل الأوقات والله يبعد عنك شر الليالي جعل السعادة فالك كل الأوقات والله يبعد عنك شر الليالي 5 8 7 6 8 7